الحمد لله رب العالمين. يا رب، يا من يجيب المضطر إذا دعاه أجب دعاءنا، يا من يكشف السوء والبلوى أكشف السوء عنا. يا رب، يا رب، قد عجز الطبيب فداونا، يا رب قد ظهر الفساد فنجنا، يا رب قلت حيلتي فتولنا، واشهد ان لا اله الا الله يقول لجبريل يوم القيامة: يا جبريل اني ارى فلان ابن فلان في صفوف اهل النار. فيقول جبريل: يا رب انا لم نجد له حسنة يعود عليه خيرها اليوم. فيقول الله تعالى: يا جبريل اني اسمعه في دار الدنيا يقول: يا حنان يا منان. فاته يا جبريل. فيأتيه جبريل فيسأله، فيقول العبد: وهل من حنان ومنان غير الله؟ هل من حنان ومنان غير الله؟ فيأخذه جبريل من صفوف اهل النار ويدخله في صفوف اهل الجنة. إلهي، إلهي، لست للفردوس أهلا، ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة، هب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله لما كسر الاصنام يوم الفتح كانوا يقرؤون قوله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل. نذهب اليوم لنذيع الدرس 46. اننا على موعد اليوم بلقاء مع السيد الجليل محمد. نحن الان في حجرة السيدة عائشة. عائشة تجلس في ركن من اركان الحجرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس معها. والان اجد سيدة من سيدات المسلمين تدخل على الحبيب المصطفى. هذه السيدة لها قصة اهتزت لها السماوات العلى. هذه السيدة دخلت الاسلام من اوسع واشرف ابوابه. انها الان امام رسول الله تشكو اليه حادثا وقع لها مع زوجها. انها السيدة خولة بنت مالك، وزوجها اوس بن الصامت كانت متعطئة وارادت الصلاة، فقال لها زوجها طالبا لها في الفراش: اني اريدك للفراش. فقالت له: يا اوس انني على وضوء
وقد أسفت الصلاة فلا داعي إلى هذا إلا بعد الصلاة. فغضب منها وقال لها: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. شبهها بأمه، وإذا شبه الإنسان زوجته بأمه يريد التحريم فقد حرمت عليه زوجته. ولكنه بعدما هدى أعصابه وسكن فؤاده أراد أن يجامعها، فقالت له بلسان الفقيهة العالمة: لا يا أوس لا تقربني حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقه وعين ودراية ودراسة. لا تقربني يا أوس بن الصامت حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، انها حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وذهبت السيدة الجليلة الى مرشدنا الاكرم وقائدنا الاعظم سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ايها الاخوة الاعزاء كيف عرضت امرها على رسول الله. انها عرضت امرها باسلوب يعجز البيان والبنان واللسان والجنان عن التعبير عنه. انها قالت للحبيب المصطفى: يا رسول الله، ان أوس بن الصامت تزوجني وانا شابة مرغوب فيا، فلما خلا سني وفرط بطني قال لي: انت علي كظهر امي، وان لي منه اولادا، ان ضممتهم الي جاعوا وان ضممتهم اليه ضاعوا. ما هذا؟ في اي الجامعات تخرجت تلك؟ وامام اي الاساتذة تعلمت هذه؟ وعلى يدي اي فيلسوف تخرجت هاتيكم؟ انها لم تذهب الى جامعات شرق ولا غرب، انما تخرجت في جامعة عميدها محمد. ويكفي ان تعلموا ان عميدها محمد. بذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. يا سيدي يا رسول الله، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. يا رسول الله، يا رسول الله، ان أوس بن الصامت تزوجني وانا شابة مرغوب فيا، فلما خلا سني وفرط بطني، يعني لما كبرت سني ونفر بطني كثيرا من الاولاد، قال لي: انت علي كظهر امي، وان لي منه اولادا، ان ضممتهم الي جاعوا وان ضممتهم اليه ضاعوا. فماذا كان جواب ناشر الهدى وواسع الندى؟ قال لها: يا خولة، لا اراك الا قد حرمت علي. فبكت واخذت تناقش المصطفى الحديث،
وتراجعه القول وتجادله العبارة. والمصطفى يقول لها: لا اراك الا قد حرمت عليه. ولكنها بعد ذلك قالت: يا رسول الله، الى الله اشكو حاجتي. الى الله. ان المسألة ليست مسألة زوجها، انما هي مسألة اولادها. اولاد ان ضمتهم اليها جاعوا، وان ضمتهم اليه ضاعوا. ان ضمتهم اليها جاعوا لانها لا تقوى على الضرب في مناكب الارض، وان ضمتهم اليه ضاعوا لانه اما ان يتزوج فتسيء زوجته معاملة الاولاد، واما ان يعيش عزبا فيكون الشقاء. انها مسؤولية. ان الزواج ليس رحلة خلوية في ليلة صيف مقمرة. ان الزواج ضرب على مناكب الحياة. ولذلك بكت خولة وقدمت شكواها الى رافع السماء بلا عمل. انني وانا اعرض لهذه القضية الخطيرة، انما اريد ان اؤكد عناية الاسلام ببيوت الزوجية ورعاية الرحمن على بيوت الزوجين. ان هناك بيتا يوحد فيه الله يوشك ان تهدم لبناته ويخر السقف فوق اهله. فماذا حدث عندما قالت خوله: الى الله اشكو حاجتي؟ صدر الامر من رافع السماء بلا عمد الى سفير الانبياء. صدر الامر من الله، من مالك الملك وملك الملوك، الى سفير الانبياء جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. واذا بالامين جبريل يرفرف باجنحة الرحمة على الحبيب محمد بقرآن يتلى الى يوم القيام، يتلى ويردد الى يوم القيام. اسمع معي الى ما قاله ربنا جل في علاه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، والله يسمع تحاوركما، ان الله سميع بصير. قالت السيدة عائشة تبارك سمع الله: والله لقد كنت اجلس معها في حجرة واحدة وهي تكلم رسول الله، فما سمعت كلامها، ولكن الله تبارك وتعالى سمع قولها. انه يسمع دبيب ارجل النملة الصمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الالي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر ذاخر متجندل. اسمعوا يا سادة، اسمعوا الى بيان الرحمن جل جلاله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. لقد تصفحت القرآن الكريم صورة صورة، واجريت على الايات بحثا سريعا،
فرأيت ان هذه الصورة بالذات وهي صورة المجادلة او صورة المجادلة، هذه الصورة وحدها لم تخل آية من آياتها من لفظ الجلالة وهو لفظ الله. القرآن الكريم 114 سورة، هذه الصورة بالذات لم تخل آية واحدة من آياتها من ذكر لفظ الله وهي 22 آية، وكل آية من آياتها اشتملت على الله. هذه الصورة الوحيدة التي اشتملت كل آياتها على لفظ الله، والله هو مجمع الكمال والجمال والعظمة والجلال. بل انك تجد العجب العاجب وانت تقرأ الآية الاولى منها، لم يقل تعالى قد سمعت قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الي وانا اسمع تحاوركما انني سميع بصير، لم يعبر مولانا بضمير المتكلم، انما عبر بلفظ الجلالة الذي تنخلع القلوب حولا لذكراه وتنحني الجباه عظمة لنور جلاله ومحيا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. وبعد ذلك ارى كناية جميلة في هذه الاية، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لم يصرح القرآن الكريم باسمها لان القرآن يريد ان يستر على حال النساء حتى في ذكر اسمائهن. لم يصرح القرآن بذكر امرأة الا امرأة واحدة هي مريم ام المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، سترا على حال النساء. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون. هل تجدون تصريحا باسماء النساء؟ لا. لماذا؟ رعاية على حال النساء وسترا على اعراضهن. فاذا كان القرآن الكريم بلغ من حيائه وعنايته ورعايته انه لم يصرح باسماء النساء وستر عليهن، فما بال نساء القرن العشرين يظهرن من اجسامهن ما حرم الله النظر اليه؟ ما بالهن؟ لماذا تغيرت حالنا الى اسوأ الاحوال؟ لماذا خرجت النساء من البيوت الى محلات الحلاقة وهن علمنا انها حلاقة للدين لا حلاقة للشعر؟ لماذا خرجت النساء يمشين مجالس الرجال؟ لماذا ارتفعت اصوات النساء؟ لماذا لم يقرن في البيوت؟ لماذا كل هذا؟ والقرآن الكريم يستر حتى على الاسماء، على الاسماء. ولذلك قال
امامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه وقد وقعت عينه على امرأة خطأ، فذهب ليذاكر وكان الامام عبقريا يسجل الكلام بنظرة واحدة. اذا وقعت عيناه على ورقة علم سجلت الكلمات على قلبه باسرع مما تسجل العدسة المصورة، ولكن عينيه لما وقعتا على وجه امرأة ذهب ليذاكر فلم يحصل علما، فذهب الى استاذه وكيع بن الجراح. اسمعوا ماذا قال الشافعي: شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي، ونور الله لا يهدى لعاص. الشافعي الجليل الذي ذهب ذات يوم ليزور تلميذه الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه، فلما قضى عنده ليلة وتغاطى طعام العشاء دخل حجرته لينام، فقالت بنت الامام احمد بن حنبل: يا ابتاه، اهذا هو الامام الشافعي الذي حدثتني كثيرا عنه؟ قال لها: نعم يا ابنتي. قالت له: لقد لاحظت عليه ثلاثة اشياء. قال الامام: وما هذه الاشياء يا ابنتي؟ قالت له: عندما جلس الى الطعام اكل كثيرا، وعندما دخل لينام لم يقم ليصلي ركعتين بالليل، وعندما جاء ليصلي بنا الفجر لم يتوضأ. هذه ملاحظات البنات الصالحات. لم تلاحظ عليه انه لبس قميصا مشجرا ولا ارسل شعرا مستلا، ولا ضيق الثياب ولا ابرد النهود والمفاتن، لا، وكل اناء بالذي فيه ينضح. اياك تجزي سكرا من حنظل فالشيء يرجع في المذاق لاصله. وعرض الامام احمد بن حنبل هذه المسائل الثلاثة على الامام الاستاذ الشافعي، فقال له الشافعي: لقد سبقت بنتك يا امام، اما انني اكلت كثيرا عندك فلانني اعلم ان طعام ابن حنبل من الحلال لم يدخله الحرام، فاكلت ليسقيني الله بطعامه. طعام الكريم دواء، وطعام البخيل داء، ومن اكل طعام اخيه ليسره والله لن يضره. طعام الكريم دواء وطعام البخيل داء. واما انني لم اقم فاصلي بالليل، لانني عندما وضعت رأسي على الوسادة فتح الله علي باثنتين وسبعين مسألة في العلم استنبطتها من كتاب الله وسنة رسوله، فاردت ان يرفع الله بها المسلمين. واما انني صليت الفجر بغير وضوء
فوالله ما نامت عيناي بعد صلاة العشاء فصليت بكم الفجر بوضوء العشاء. ماذا اقول في هؤلاء؟ اقول انهم بشر، انهم ملائكة البشر، اقول انهم ملائكة، انهم بشر من الملائكة، اقول انهم ملوك، انهم اعلى من الملوك، اقول انهم شفتت قلوبهم فانفتح لها نور الله. نعم، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، واجنحة تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين. ولقد سألت القرآن كثيرا لماذا لم تخل آية من صورة المجادلة من ذكر اسم الله، وعلمت ان هذه الصورة انما ذكر الله فيها في كل آية لانها تتعلق باقدس قضية وباقوى مسالة هي الحياة الزوجية. فعندما اوشك البيت ان ينهدم ضجت السماوات العلى. ومن هنا يقول حبيب قلوبنا وقلوبكم محمد صلى الله عليه وسلم: تزوجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز له عرش الرحمن. الطلاق يهتز له عرش الرحمن، والله يسمع تحاوركما، ان الله سميع بصير، سميع لا يغيب عن سمعه شيء، وبصير لا يخفى على بصره شيء. وهذه لمحة من اقدس اللمحات التي نراها تجادلك، والله يسمع تحاوركما، جدال وحوار. تجادل من؟ تجادل رئيس مجلس الامة، تجادل الزعيم الملهم، تجادل من؟ تجادل في مجلس العموم، تجادل في مجلس الكونغرس الامريكي، تجادل من؟ تجادل المعصوم، تجادل مبعوث العناية الالهية، تجادل شمس الهداية الربانية. فهل ضاق بها؟ هل ضاق بها صدره؟ هل تبرمت بها نفسه؟ هل اصدر امرا باعتقالها لتعلق في السجن الحربي، سجن البستيل المصري، وتضرب بالسياط حتى يضمى ظهرها؟ تجادل من؟ تجادل الرجل الذي اذا تحدث عنه التاريخ جفى على ركبتيه، واذا تكلمت عنه الدنيا تمرغت تحت قدميه. تجادل الرجل الامي الذي علم المتعلمين. تجادل الرجل الفقير الذي بعث الامل الى قلوب اليائسين. تجادل اليتيم الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط الى طريق الله رب العالمين. تجادله وتحاوره، تجادله وتحاوره. ونحن نستورد الفاظا من الشرق والغرب: الديمقراطية، الاشتراكية، التعاونية، العدل والكفاية، الجماهيرية، الدفع الثوري، الميثاق الوطني، وهكذا من الالفاظ التي لا مضمون لها ولا معنى، انما هي اسماء سميناها وهي جوفاء يشخشق فيها الهواء كرؤوس التماثيل.
تجادلك في زوجها وبعد ذلك تشتكي الى الله، تشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما، اذا لقد طال النقاش حتى اصبح حوارا، وانتقل الكلام من الجدال حتى صار حوارا، ومع ذلك لم يغضب الله من كلامها لنبيه، لانها تريد الوصول الى طريق الحق لتعيش في امان. وياتي الحكم من العلي الجبار بعد ذلك صارما قاطعا، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم، الذين يشبهون ازواجهم بامهاتهم، ليست الزوجة اما حتى تشبهها بام، وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. لماذا؟ ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم، ان الامهات هن اللاتي ولدن، اما الزوجة فلم تلدك فكيف تشبهها بامك التي ولدتك. وكان القياس يقتضي بعد ذلك ان تختم الاية قائلة وان الله عزيز ذو انتقام، لكن الآية بدلا من ان تضيء اشارة حمراء اضاءت اشارة خضراء، فقال تعالى في ختام الآية وان الله لعفو غفور، وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وكان القياس يقتضي ان تختتم الآية بنار الوعيد لا بنور الوعد، ان تختتم الآية بمدفعية ثقيلة مدمرة لمواقع المخالفين، ولكن الله ختمها بنور مبين واشراق وضيء، فقال وان الله لعفو غفور. اذا هناك امل في اصلاح البيوت اذا انحرفت. نعم يا اخ الاسلام، اسمع الى الحل الذي جاء بعد ذلك. ما جزاء من شبه زوجته بامه وقال لها تحرمين علي مثل امي او مثل اختي او انت علي كظهر امي، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل ان يتماس. اذا اراد العودة الى زوجته بعدما حلف هذا اليمين يمين الظهار، واراد ان يعود لان العود محرم عليه حتى يعتق رقبه، وحيث ان الاسلام حرر العبيد، قال تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس، عليه ان يصوم شهرين متتابعين قبل ان يقرب زوجته بالجماع. فاذا صام 59 يوما وجمع زوجته في اليوم الاخير من الكفارة، فعليه ان يعيد الصيام كما بدأ. ما بال المسلمين قد تهاونوا باحكام دينهم، ما بال المسلمين قد كثرت ايمانهم، فمن لم يستطع الصيام فاطعام 60 مسكينا يغديهم من طعام يطعم به اهله. وفي هذه الايات الكريمة لمحة سامية، فالقرآن عندما عبر عن عتق الرقبة
قال فمن لم يجد. وعندما عبر عن العجز عن الصيام قال فمن لم يستطع. لماذا لم يقل في العجز عن عتق الرقبة فمن لم يستطع؟ ولماذا لم يقل في اطعام المساكين في صيام شهرين فمن لم يجد؟ لماذا جاء التعبير بعد العجز عن عتق الرقاب بقوله تعالى فمن لم يجد؟ لان الله يعلم ان محمد ابن عبد الله سيحرر العبيد جميعا حتى ياتي اليوم الذي يبحث الانسان فيه عن عبد فلا يجد فلا يجد. وكان محمد كذلك محرر العبيد، جعل من العبيد سادة، وجعل من المستضعفين اساتذة وقادة، وجعل من عباد الحجر قادة للبشر، وجعل من رعاة الغنم زعماء للأمم. ولذا قال تعالى فمن لم يجد. سيأتي اليوم الذي تبحث فيه عن عبد تعتقه فلا تجد هذا العبد الذي تعتقه. وهذه نبوة دليلا على صدق نبوة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وجيء بأوس بن الصامت زوج السيدة خولة بنت مالك، فقال له الحبيب محمد يا أوس اعتق رقبة. قال لا اجد يا رسول الله. قال له فصم شهرين متتابعين. قال لا اقوى على ذلك يا رسول الله. قال فاطعم 60 مسكينا. قال ما في المدينة في بيت الله اشد مني فقرا. فماذا يفعل قائدنا؟ ماذا يفعل الرؤوف الرحيم بنا؟ ان هذا الحكم هو حكم الله. واذا بالحبيب محمد يأتي بمكتل من التمر من بيته هو من بيت الرسول، ويقول له يا اوس خذ هذا التمر واطعم به 60 مسكينا. فماذا يفعل من لم يجد ما يطعم به المساكين وقد عجز عن الصيام شهرين؟ عليه ان يستغفر الله ولا يعود لهذا اليمين. ايها السادة الاعزاء، وهكذا قام الصيام بعلاج اجتماعي عندما وقع الانحراف في بيت من بيوت الاسلام. سيدي ابا القاسم يا رسول الله سلام الله عليك، ايها السيدة الجليلة خولة بنت مالك سلام الله عليك، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، تعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا
رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، تعالوا بنا لنعبد الله في محراب العلم. عندما جاء زعيم الالحاد الى مصر خروشوف، احد زعماء الالحاد في العالم، عندما زار مصر وذهب الى زيارة السد وقف الرئيس العراقي عبد السلام عارف امام خروشوف والقى خطابا، وذكر في الخطاب آية من القرآن قال فيها: وقد سبق الله اذ يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. فغضب خروشوف غضبا شديدا عندما سمع اسم الله تعالى، واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. عندما سمع اسم الله اخذته العزة بالاسم، ولو انه ذكر امامه كارل ماركس او لينين لاستبشر وجهه بالذين من دون الله. غضب خروشوف عندما سمع هذه الآية الكريمة وقال لعارف: ما هذا الكلام الفارغ؟ نحن الذين بنينا السد باموالنا وخبرتنا، وبعد ذلك تسندون الامر الى من تسمونه بالله؟ وانا اوجه هذا السؤال لجميع الملاحدة الذين يلحدون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، وأقول: إذا كنتم تفخرون ببناء السد فخبرونا بالله من الذي بنى السماوات والأرض؟ من الذي بنى السماوات والأرض؟ وهذه الارض التي نعيش عليها لو انها نسبت الى عالم النجوم، فما حجمها وما قدرها وما مكانتها؟ يقول عالم الفلك السير جيمس جينز، استاذ علم الفلك بجامعة اكسفورد، يقول: لو اردنا ان نعرف حجم الارض التي نعيش عليها بالنسبة لكواكب السماء ونجومها، فان الارض عبارة عن نقطة على حرف في مكتبة تحتوي على نصف مليون مجلد. هباءة كهباءة الشمس اذا تسللت من حنايا النافذة. انني اوجه الى عالم الالحاد سؤالا: ما هي المسافة بين الارض والشمس؟
ولماذا حددت بهذا المقدار؟ وماذا يحدث لو ان الشمس اقتربت من الارض باقل من هذه المسافة؟ المسافة بين الارض والشمس 92 مليون ميل وثمانمية وسبعين الف ميل. الشمس هي ام الارض، والعلاقة بين الشمس والارض علاقة فسيولوجية، لان الشمس تقوم برضاعة الارض بالدفء والحرارة، والارض عبارة عن فرد في اسرة العائلة الشمسية، والعائلة الشمسية تحتوي على 9 كواكب، عطارد والزهرة والارض والمريخ والمشترى وزحل واورانوس ونبتون وبلوتو. اسألوا الملاحدة ماذا يحدث لو ان الشمس اقتربت من الارض عن هذا المقدار الذي حدده الخالق؟ سمعة تحار فيها العقول، ابداع تخشع له القلوب، اتقان تذهل له كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، فقربت المسافة بينها وبين الارض، هيحدث الشيء؟ وهل هناك اهمية بتحديد هذه المسافة؟ ماذا يحدث؟ اسألوا اقزاء مركز، واسألوا تلامذة ليميل، واسألوا احفاد ستاليب، اسألوه ماذا يحدث لو كانت هذه المسافة اي شيء وضعت عشوائيا؟ لقلنا ان هذا الكون ولد صدفة او طبيعة عمياء. اما كون هذه المسافة موضوعة بحكمة، بحيث لو اقتربت الشمس من برجها قليلا الى مدار الارض ماذا يحدث؟ اسمعوا معي، لو ان الشمس قربت الى الارض عن هذه المسافة لاصبحت الحرارة على الارض قاتلة لا يصيبها احد، ولو قربت الشمس من الارض عن هذه المسافة لانصهر الجليد الذي يتراكم عند القطبين الشمالي والجنوبي. وماذا يحدث لو انصهر الجليد الذي هناك وزاد عندما تغازله حرارة الشمس؟ ماذا يحدث؟ ماذا يحدث لو زاد الجليد المتراكم عند القطبين الشمالي والجنوبي؟ اسمع ماذا يحدث، لزاد منسوب المياه في المحيطات وغرق جميع من على وجه الارض. لغرق اهل الارض، لحال بيننا الموت وكنا من المغرقين. ولكن وماذا ايضا، وماذا لو قربت الشمس من ارضنا باقل من هذه المسافة؟ اسمع، لاختل نظام الليل والنهار. لماذا؟ لان الارض اذا اقتربت من الشمس عن هذه المسافة لوقعت في قبضة الجاذبية الشمسية، واذا وقعت الارض في قبضة جاذبية الشمس لتلكأت في دورانها حول الشمس، تلكأت
فاذا تلكات اختل نظام الليل والنهار، واذا ازداد قربها فقد تتوقف عن الدوران بالمرة، كما هو الحال في كوكب عطارد. واذا توقفت عن الدوران لاصبح نصفها ليلا دائما ونصفها نهارا دائما الى يوم القيامة. اسمع اسمع جلال الله وقدرة الله وعظمة الله. لو ان الارض قربت من الشمس لوقعت في قبضة الشمس، فاما ان تتلكى في دورانها واما ان تتوقف تماما عن الدوران. اذا تلكات اختل نظام الليل والنهار، واذا وقفت اصبح النصف المواجه للشمس نهارا دائما والنصف الاخر ليلا دائما. قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة، من اله غير الله يأتيكم بضياء، افلا تسمعون افلا تسمعون. قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة، من اله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، افلا تبصرون افلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. رسالة الملاحدة، من الذي قدر هذه المسافة بين الارض والشمس؟ من الذي قدرها؟ مهندس عقل الكتروني، صفة عمياء، طبيعة صماء، خبراء اصل الامريكان، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. من الذي قدر المسافة؟ انه الاله الواحد الدائم القادر الباقي المريد العالم الحي السميع القصير. ثم بعد ذلك اسألوهم لماذا كانت الحياة عند القطبين شديدة البرودة وعند خط الاستواء شديدة الحرارة؟ لماذا؟ ليقوم التيار الهوائي والمائي والانشطان، يقومان هذان التياران يقومان بتوزيع درجات الحرارة والبرودة على سكان الارض جميعا، فينقلان شدة البرودة الى منطقة خط الاستواء تتلطفها، وينقلان الحرارة من خط الاستواء الى سكان القطبين فتخفف البرودة. صنعة من هذه؟ حماية من هذه؟ تقدير من هذه؟ 92 مليون من 870 الف، من الذي حدد هذه المسافة ايها الملاحدة؟ اسألوهم. اذا كنتم تفخرون ببناء السد العالي فكيف لا نفخر بعمارة الكون التي صنعها من لا يغفل ولا ينام؟ من لا يغفل ولا ينام. عندما عاد رائد الفضاء الروسي تيتوف، عندما عاد بسفينة الفضاء وعقد له اجتماع صحفي في مبنى الكرملين، سأله بعض الصحفيين ماذا رأيت وانت في سفينة الفضاء؟ قال بينما انا احلق بسفينتي اذ نظرت من فتحة السفينة لم ادهش للارض ولا للعالم، انما دهشت لشيء واحد، رأيت الارض كرة معلقة في الفضاء
وسألت نفسي من الذي امسك بها حتى لا تخر في هذا القضاء. وعند اذن سكت تيتوس ولم يتكلم، لانه لو زاد عن هذا القدر المحدد وقال ان الذي امسك بها هو الله، لو انه قال ذلك لكان مصيره في معتقلات سيبيريا، لانهم لا يعرفون للرأي حرية ولا للكلمة قدسية. ولذلك قال انا ما زلت حائرا من الذي يمسك بالارض في هذا الفضاء الرهيب. ولو انه ذهب الى ادارة علم الفضاء في القرآن الكريم لعلم الجواب على السؤال. لو انه ذهب الى محطة الفضاء القرآنية وقرأ قول خالق البرية ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. لو انه قرأ هذه الآية وحدها لعلم من الذي امسك بالارض ولنطق بالشهادتين وقال لا اله الا الله، ولكنه لا يقوى على قولها خوفا من النار والحديد. ايها المسلمون الاعزاء، من الذي رفع السماء بلا عمد؟ سبحانك اللهم انت الواحد، كل الوجود على وجودك شاهد. يا حي يا قيوم انت المرتجى، والى علاك على الجبين الساجد. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، بحسبان بحساب وتقدير. شمس تبعد 92,000,000 و870,000، وقمر يبعد بمقدار 240,000 ميل. والذي حدد المسافات هو الذي احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا. ايها الاخوة، احب ان اقولها بصراحة ووضوح، ان الاتجاه الى الشرق لا يصلح حالنا، وان الاتجاه الى الغرب لا يقوم اعوجاجنا. فوالله الذي بعث محمدا بالحق لو جاءت روسيا بخزائنها وجاءت امريكا بالدولار كله وجاءت انجلترا بالاسترليني كله وجاءت المانيا بالمارك كله وجاءت فرنسا بالفرنك كله، ونحن على ما نحن عليه من فساد الضمير، فلا زادنا الله الا فقرا. اسمعوها بصراحة، اسمعوها بصراحة، ان الفساد من داخلنا نحن. لقد امنا القناة منذ سنوات عديدة مضت، فما هي النتيجة لدخلها؟ وكانت سيناء تحت ايدينا منذ ان خلق الله مصر، فماذا كان عائدها علينا؟ ووضع الله لنا البحار تحت ايدينا باسماكها وخيراتها، البحر الابيض والبحر الاحمر ونهر النيل المبارك والقناة والخليج وبحيرة سميناها بحيرة ناصر. ومع ذلك لا تقوى على شراء كيلو من السمك الا اذا كان معك وسطه.
بحار، بحار بخيراتها، بحار بلحومها، بحار بأمواجها. ومع ذلك إذا رأيت أو أردت شراء كيلو من السمك لا بد أن تقف في طابور طوله شهر وعرضه عشر، وحتى يأتي دورك لتستلم ما تريد يكون السمك إما قد انتهى وإما قد تحول إلى عفونة منتنة، لأنك لا تملك وقفة ولا كرسة. ونحن نسير بقاعدة تقول إذا كان معك وسطة فسوف تأكل البسطة، وإذا لم يكن معك وسطة فستظل قاعدا على البسطة. كيلو السمك وسط والبحار تحت أيدينا، البحار تحت سيطرتنا. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إذا فما هو المصير؟ المصير هو الصلح مع الله. فما بنود الصلح مع الله؟ إن لكل معاهدة صلح بنودا وقوانين. فما هي بنود الصلح مع الله؟ اسمع إلى هذه الوثيقة القرآنية، ففيها الصلح مع الله كله. الذين إن مكناهم في الأرض، ماذا؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، البند الأول، وآتوا الزكاة، البند الثاني، وأمروا بالمعروف، البند الثالث، ونهوا عن المنكر، البند الرابع، وختام المعاهدة. ولله عاقبة الامور، ولله عاقبة الامور. انه لا صلاح لنا الا بالصلح مع الله. لقد كانت امريكا وانجلترا وفرنسا والمانيا معنا منذ 20 عاما، وكنا نعيش في بوكس، ودخلت روسيا منطقتنا وألقت بجيرانها وإلحادها. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمشي ذات يوم في شوارع المدينة راكبا دابته، فلقيته السيدة الجليلة خولة بنت مالك التي ذكرنا قصتها. فلما رآها عمر نزل عن الدابة ووقف يستمع لها. اسمعوا ماذا قالت خولة لأمير المؤمنين عمر. قالت له: اتق الله يا عمر، لقد كنت في الجاهلية عميرة، وصرت بعد الإسلام عمر، وأنت اليوم أمير المؤمنين. اعلم يا عمر ان من خاف الحساب امن من العذاب، ومن خاف الموت خشي من جبروت الله في النار. فقال له احد الواقفين: يا امير المؤمنين، اتسمع لكلام امرأة؟ فقال له عملاق الاسلام: والله لو ظلت طول اليوم تكلمني ما فارقتها الا لأؤدي الصلاة ثم اعود اليها. ألست تدري من هذه؟ انها المرة التي سمع الله لقولها من فوق السبع الصباح. اذا كان الله سمع لقولها افلا يستمع لها عمر بن الخطاب؟ ما هذه العظمة؟ ان علاجنا هو الرجوع الى الاسلام، ان علاجنا هو الرجوع الى الله، ان علاجنا هو الصلح مع الله. لا موسكو ولا واشنطن، انما الله الواحد الديان.
اننا نعيش في فساد للضمير. واسمع اخر الاخبار، معركة حامية يقتل فيها واحد ويصاب فيها ثلاثة. لماذا؟ معركة على علبة سجاير كيلو بكرة، قتيل واحد وثلاث مصابين، لان هناك ازمة في التدخين، ازمة في التدخين. اهؤلاء ناس يستحقون ان يعيشوا على وجه الارض؟ معركة من اجل علبة سجاير. يا معاشر الاخوة، ان الاسلام نظيف فجربوه. جربوا الاسلام، لقد جربتم امريكا وجربتم روسيا، تجربوا الاسلام مرة، جربوا الاسلام مرة. ان الاسلام جرب، ان الاسلام جرب واقام امة تمتد من حدود الصين شرقا الى باريس غربا، وتمتد من حدود سيبيريا شمالا الى المحيط الهندي جنوبا. وجاء عهد عمر بن عبد العزيز سنة 99 هجري، وجمع عمر بن عبد العزيز الزكاة فلم يجد فقيرا وحيدا يعطيه الزكاة، لم يجد فقيرا. جمع مال الزكاة، عمر بن عبد العزيز جمع مال الزكاة فلم يجد فقيرا واحدا يعطيه الزكاة. قضى على الفقر، ولو كان الفقر رجلا لقتلته كما قال عمر، كما قال الامام علي. لم يذهب الفقر الى بلد الا قال له الكفر خذني معك. جمع عمر بن عبد العزيز الزكاة وبحث عن الفقراء فلم يجد فقيرا واحدا. عقمت ارحام الدولة ان تلد الفقراء، لا فقير. فماذا يفعل ابن عبد العزيز؟ هل امر احد عملائه ان يذهب بمال الزكاة الى بنوك سويسرا ليضعها تحت رقم سري؟ هل حدث ذلك؟ لا. لا وألف لا. إن عمر أصدر قرارا إسلاميا وقال فيه: أيها الشباب، من أراد الزواج وليس معه مال فزواجه على حساب بيت مال المسلمين. اثبت الزواج لو استحكمت في امة لحولتها الى انحراف تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. ازمة الزواج، ونحن الذين عقدناها، ونحن الذين وضعنا العقبات في سبيلها، والاستعمار هو الذي بارك هذه الازمة. لم يكن الزواج ايام رسول الله في ازمة، ولا في ايام الخلفاء في ازمة. كان الواحد يأتي الى الحبيب المصطفى فيقول له: امعك مال تتزوج به؟ فيقول: لا يا رسول الله. فيقول: التمس ولو خاتما من حديد. فيقول: لا اجد يا رسول الله. فيقول: وتحفظ من القرآن شيئا؟ فيقول: سورة الفاتحة يا رسول الله. فيقول له الحبيب المصطفى: اذهب وتزوج بما تحفظ من القرآن الكريم. اما نحن فعند الزواج لابد من الذهاب الى دمياط لشراء اربع غرف، واذا لم تكن هناك اربع غرف فالزواج فاشل،
ومن ضمن الغرف غرفة تسمى الصالون، لا يدخلها احد الا يوم العيد، لا تفتح في العام الا مرتين، وتتكلف 500 جنيه. والزواج عندنا لا بد فيه من التقسيط، النجف والسجاد والصيني، ويظل الزوج يدفع اقساط حتى يأتيه ملك الموت وعليه 75 قصة. متى يسددها؟ يسددها في منتصف يوم القيامة، ويموت مدينة. والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى. اي تظل روح الميت معلقة بالدين بعد الموت حتى يقضى دينه. ان صحابيا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت زوجته فدفنها بعد الظهر، ولما عاد عقد العقد على غيرها ودخل بها في نفس الليلة وفي نفس اليوم الذي ماتت فيه زوجته. فسألوه: لماذا تزوجت في يوم الوفاة؟ فقال: خشيت ان اموت هذه الليلة فألقى الله عزبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو خشيت ان القى الله بشيء لخشيت ان القاه عزبا. العزوبة. ولذلك فانني انادي بانشاء معهد، لا اقول معهد البالغ او اقول معهد اللاسيه، انما اقول معهدا لتربية الفتيات قبل الزواج. تلتحق به الفتاة اذا بلغت سن الزواج، وتنقص به 6 اشهر لتحصل على شهادة تسمى صلاحية الزواج. فليس كل فتاة تصلح ان تكون زوجة، وليس كل زوجة تصلح ان تكون امة. وهذا المعهد يدرس فيه كتاب الله اولا، سورة النساء، سورة النور، سورة الاحزاب، سورة الطلاق، سورة التحريم. ويدرس فيه بعد ذلك احاديث رسول الله الخاصة باقامة البيت المسلم، وتدرس فيه التربية المنزلية، وتدرس فيه حقوق الزوجين، وتدرس فيه تربية الولد، وتدرس فيه احكام الفقه الاسلامي. ان هناك زوجات لا ترضى ان ترفع الجنابة شهرا او نصف شهر، الجنابة لا ترفع الجنابة، لان رفع الجنابة سيفسد تسريحة شعرها، ووجود جنب في البيت يمنع ملائكة الرحمة ويضيق الارزاق ويجذب الشياطين. ولذلك ضاقت الارزاق وفسدت الاخلاق. عمر بن عبد العزيز حل مشكلة الزواج بجرة قلم، وتزوج الشباب وبقي من مال الزكاة شيء كثير، فاصدر عمر قرارا اسلاميا ثانيا: من كان عبدا واراد ان يحرر نفسه بالمال فاسقه في بيت مال المسلمين. وحرر العبيد وبقي من مال الزكاة شيء كثير، فاصدر قرارا ثالثا: من كان عليه دين فاداء دينه في بيت مال المسلمين. وادى الديون جميعا وبقي من مال الزكاة شيء كثير، وضع في وزارة المالية والاقتصاد الاسلامي. يا معاشر السادة، ومع ذلك كان عمر بن عبد العزيز يخشى الله
خشية من يعتقد ان النار لم تخلق الا له وحده. الا له وحده. ان مال الشرق والغرب تراضيع هباء ما دام الضمير ميتا. اذا اردتم الاصلاح فاغلقوا شارع الحرم اولا واغلقوا الخمارات جميعها واغلقوا صالونات حلاقة النساء ونظموا حكم الاقتصاد على سنة الله وسنة رسول الله وامنعوا الربا منعا باتا لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكل لقمة من ربا اكل لقمة من ربا اشد من 36 زنية يزنيها الرجل. اغلقوا شارع الحرم اغلقوا الخمارات اغلقوا صالونات حلاقة النساء اعيدوا الاقتصاد الى نظام الاسلام وبعد ذلك قولوا للنساء العاملات يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا تزاحموا الرجال في طرق المواصلات لا تزاحم الرجال في المكاتب وتثار الاحاديث التي حرم الله الاستماع اليها. اجلسوا النساء في البيوت فالنساء مصابيح البيوت. وبعد ذلك زيدوا للرجال في الدخول والعلاوات. زيدوا العلاوات. لا يليق بصحفي ان يتعاطى 500 جنيه في الشهر وهو عاجز لم يتزوج ولم ينجب ورجل عنده 10 من الاولاد يتعاطى 12 جنيها في الشهر. ماذا يفعل؟ انه لو ذهب ليشتري نصف كيلو من اللحم ب70 قرشا وحتى ياتي عيد الاضحى فتصل اللحوم الى 2 جنيه في الكيلو الواحد. لو ذهب لشراء نصف كيلو من اللحم فكيف يوزعها على اولاده؟ انه لو اراد ان يوزعها فلا بد ان يضعها فوق النار لتغلي غليانا شديدا ثم بعد ذلك يضعها في حقن ويحقن كل ولد بنصف سنت في العطل ليستطيع توزيع نصف كيلو من الله. ان مصر مليئة بالخيرات ولكن فيها سوءا للتوزيع. سوءا للتوزيع. لو عادت النساء الى البيوت لبارك الله في البيوت. النساء مصابيح البيوت. ولما خرجنا من البيوت اطفئت المصابيح. ان المرأة في مصر تستطيع ان تعمل في اي عمل. عملت كمسارية وعملت سائقة للتاكسي. وفي مصر 4 من النساء يعملن سائقات للتاكسي. ولست ادري كيف تسوق بالزبون في منتصف الليل. او قبل منتصف الليل اذا كان الزبون وحده وما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهم. كيف يكون ذلك؟ المرأة تريد ان تعمل في اي عمل ولو قيل لها اذهبي لتقطع الاحجار في ابي زعبل رضيا ولكن الشيء الوحيد الذي لا تريده ان تجلس في بيتها وتعمل ربة للبيت وتربية اولادها. هذا هو الشيء الوحيد. قولوا للنساء ارجعنا الى بيوتكن. يا مصابيح البيوت. ما للبيوت اصبحت مظلمة. ما للاطفال ذهبنا الى بيوت الحضانة.
ان الامة لا تغذي ولدها بلبنها فقط، انما تغذيه بحنان صدرها. ولذلك عندما يبقى الطفل ويعطى لامرأة غير امه تراه يبكي. لماذا؟ هل ميز بين امه وبين غيرها؟ نعم. وما الذي جعله يميز؟ انه يعرف دقات قلب امه، فاذا ما تغيرت دقات القلب عرف ان حاضنته غير امه فيزداد بكاء. ان الاطفال هم الضحايا، هم ضحايا النساء العاملات. انني اقولها بملء فمي، لا صلاح لهذه الامة الا اذا صلح حال نسائها، ولن يصلح حال نسائها الا اذا عرفنا الله ورسوله، الا اذا عرفنا كتاب الله وسنة رسوله. لا مراكز الشباب تنفع، ولا دور التربية تنفع، ولا البلاجات تنفع، ولا قاعات المحاضرات تنفع، انما الذي ينفع وقرن في بيوتكن ولا تبردن تبرج الجاهلية الاولى، واقمن الصلاة واتين الزكاة واطعن الله ورسوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة. هذا ديننا، هذا نظامنا، هذا اسلامنا، هذه عقيدتنا. سنطب المريض بدوائنا، وسنؤمن الخائف في رحابنا، وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا، ثم تؤذن الدنيا ان لم تسمع لنا. ايها الاخوة الاعزاء، الصوح الصوح مع الله، الرجوع الرجوع الى الله. اللهم اني اسألك واتوجه اليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الاجابة، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وعليك بمن عادانا، استر عوراتنا، امن روعاتنا، احسن ختامنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وحد بين قلوبنا، ثبتنا على ايماننا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. الرحيم. الحمد لله. فجاءه يهودي وقال له يا ابا بكر ان ربك فقير ونحن اغنياء. وحد الله. وصل على الحبيب النبي. يهودي بيقول لسيدنا ابو بكر ان ربك فقير ونحن اغنياء. فقال له الصديق تأدب مع الله يا عدو الله، كيف تقول هذا الكلام؟ فقال اليهودي لان ربك يدعونا الى الايمان به ونحن لا ندعوه الى الايمان بنا. وبعدين قال له وان ربك يحرم على الناس ما يحله لنفسه. قال له ازاي؟ قال له بيقول من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، ومع ذلك يحرم الربا علينا. بيقول انا بدي الحسنة بعشرة، انما اللي بيدي الجنيه بعشرة يبقى ربا. يهودي
واليهود يموتوا في الربا لان حياتهم كلها على الربا. يعني هم ملوك الاقتصاد في الولايات المتحدة وفي اوروبا اليهود. وللأسف الشديد اموال العرب وارصدة العرب اليهود اللي بيشتغلوا فيه. يعني العرب لهم في الولايات المتحدة وفي بنوك اوروبا 180,000,000,000 دولار. 180,000,000,000 اليهود هم اللي بيشغلوهم وبيكسبوا، لان اليهود هم القائمين على الربا. فلم يملك ابو بكر نفسه فقام فضرب اليهودي. اصل كلام ما يستحقش الضرب، ما يستحقش الرد غير الضرب. ما هو ساعات الضرب يبقى ايه هو العلاج. سمعت الصلاة على حبيبنا محمد. سيدنا ابو بكر لم يتمالك نفسه من الغضب فقام فضرب اليهودي. حاكم اليهود كان لهم اعمال زي اعمال القردة، يعني اعمال سخيفة وخفيفة. يعني كانوا يفوتوا على سيدنا النبي محمد يقولوا له السلام عليك يا محمد، مش السلام عليك، لا السام، السام اللي هو الموت والهلاك. فتقول لهم عائشة وعليكم السام واللعنة يا اخوان القردة والخنازير. وبعدين سيدنا النبي زعل من الكلمات، قال لها يا عائشة ان الله لا يحب الفحش ولا التفحش بالكلام. قالت له يا رسول الله الا تسمع ماذا يقولون؟ فقال لها هل علمت بماذا رددت عليهم؟ ان يقول لهم وعليكم مثل ما قلتم. بس يبقى الجزاء من جنس العمى. قالت له يا نبي بس دول بيقولوا السلام عليك. قال لها ان الله امرني بغير ذلك. فماذا امرك ربك؟ قال لها قال لي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولذلك قال تعالى يصور هذا الموقف، واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. ربنا بيقول لك السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، ودول بيقول لك السلام عليك. ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وحد الله لا اله الا الله. ولذلك الناس النهاردة بتأتي بافعال اشد من افعال اليهود، حاجات خبيثة. يعني واحد ذاك النهار من اخواننا اعرفه رجلا صالحا وتقيا وحاجا لبيت الله، اتلفيت له قضية في دوام الباب للاول، راكب القطر اللي بيجي من حلوان، وبعدين القطر وقف في المحطة. واحد نزل على الرصيف قال له يا فندم لو سمحت تناول الشنطة اللي جنبك دي. فاخينا اللي هو الصالح التقي بيحتفى شنطته، ناول هذا خدها ومشي. بعد القطر ما مشى وقف في محطة تانية، جه واحد يا فندم قال الشنطة اللي كانت هنا فين؟ فواحد من الركاب قال له يا فندم الحرام اللي واقف ده ناولها لزميله. أجارك الله بقى، أجارك الله، خلاص طلع حرام 100%. ونزل ويجي الشاويش وحط له الكلبشات في ايديه، والناس اتفرجت عليه في باب اللؤلؤ لما كانه كان عقد مؤتمر صحفي. الحرام اهو يا اخوانا اتقوا.